تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وما نتج عنها من انخفاض لأسعار النفط وما تبعه من اتفاق أوبك المعني بخفض سقف الإنتاج للبلدان المتحالفة والمنضوية داخل هذه المنظمة، تخفيض سيكون على مراحل لتقليل العرض الموجود في الأسواق النفطية وللمحافظة على عدم تراجع أسعار النفط، لتبقى مسألة تطبيقه ووفق خبراء اقتصاديون مرتبط بالسياسة الاقتصادية الدولية وحجم الطلب وآثار كورونا. بداية عام 2020 10 مليون برميل، ثم بعد ذلك في 2021 يوصل 8 مليون برميل، ويستمر لحد الربع الأول من عام 2022 ليصل إلى 6 مليون برميل. طبعا هذا الهدف الأساسي من عنده هو تقليل العرض الموجود في السوق النفطية للمحافظة على عدم تراجع أسعار النفط لما بنسبة أكبر ما متراجعت هي حاليا. خبراء بالشأن الاقتصادي تحدثوا عن أن هذه الأزمات تنقسم وفق النظريات الاقتصادية إلى ثلاثة: قصيرة الأمد وحلولها ميسرة، ومتوسطة تمتد من 5 إلى 10 سنوات تحتاج إلى رسم سياسات استراتيجية، وطويلة الأمد وهذه تضرب الاقتصاد العالمي كل 75 عاما لتعرف بالكساد الاقتصادي الكبير. ملامحها كانت عام 2008 لتجعل من الاقتصاد يعيش مرحلة شد وجذ. أما المعالجات السريعة فإنها تحتاج إلى تنشيط قطاعات أخرى في البلاد. إحنا في هذه الأزمة أنا أعتقد أنه واحدة من الأزمات الطويلة اللي تحتاج إلى أكثر من 10 سنوات حتى يتجاوزها الاقتصاد العالمي. بدأت ملامح هذه الأزمة منذ عام 2008 من أزمة الرهن العقاري، لحد هذه اللحظة لم يتعافى الاقتصاد العالمي منها، والاقتصاد العراقي هو جزء من الاقتصاد العالمي. لذلك أنا أعتقد أنه سيبقى الاقتصاد بين شد وجذب، حتى وإن كانت هناك إجراءات، لكن أنا أعتقد أنه كل إجراءات العالمية هي إجراءات ترقيعية، لأنه كل الدلائل تشير إلى أنه بدءا من عام 2020 سيدخل الاقتصاد العالمي مرحلة الكساد الكبير.